صباح الخير عليكم يا جماعة، بكلمكم النهاردة من دبي. للناس المهتمة بلعبة كامل الأجسام، الفلوج ده ليه. النهاردة أنا في إيفنت اسمه دبي ماستر شو، إيفنت من أهم الإيفنتات الخاصة بلعبة كامل الأجسام. ده بيكون كل سنة لمدة 3 أيام في دبي، فخليكم معايا، الفلوج ده ليكم إن شاء الله تنبسط. الايفنت شكله يعني مليان اكتيفيتيز كتيره، ففي براندات كتيره للبروتين هنا عاملين دعايه. اول ما دخلت في شركه اسمها ماسك بور، تمام، الشركه دي اعتقد اماراتيه بس هي موجوده في بلاد تانية. طبعا بيوزعوا جيفت. اول ما دخلت في ابطال عالم هنا واجسام غريبه جدا انا اول مره اشوفها، فخلينا يا معلم نشوف الايفنت عباره عن ايه. وواضح ان هم بيوزعوا جيفت وبروتين وحاجات كتير، فخلينا نشوف. انا بجد المكان هنا ممتع جدا يا جماعه. دلوقتي في موديل من شركه ترابوليك اسمه هنري، ده بيتصور مع الناس وبيمضي لك يعني زي فوتو باسمك، وكمان بيدوا هدايا زي الشيكر او بروتين بار. فالايفنت بجد حلو جدا، اللي بيحب اللعبه يقدر يجي هيستمتع معانا. يعني يا جماعه انا دلوقتي هقابل بيج رامي. بجد انا كلمته قبله من زمان، كنت بنزل مصر عارف بتمرن في جولد جيم، وكان هو بيجي بس ما كنتش بقدر اقابله. دلوقتي لقيته قدامي يا جماعه، بيج رامي يا جماعه. كلنا نتابعه ان شاء الله، نقدم حاجه كويسه لينا كلنا ان شاء الله. السلام عليكم. مستر اولمبيك، قابلت مستر بيج رامي، وقدامنا هادي دلوقتي كابتن هادي شوبان، الصوره بتاعته اهو. الناس دي يا جماعه من قرب مش طبيعيين، الحجم بتاعهم مش طبيعي والله. بصوا هنا في تشالنج، لو كسبت تاخد بروتين. التشالنج اللي انت تفضل ثابت سكوات. بصوا دعايه للشركه، حاطين هنا نوع شيبسي بروتين، وكمان في هنا زي كيك. يلا نجرب الشيبسي والمكرونه، خلينا نشوف. جماعة زي ما انتم شايفين شركات كتيرة جدا عاملة دعاية ليها موجودين هنا، تقريبا كل انواع السبلمنت موجودة هنا والشركات مختلفة طبعا جاية تنافس وتعمل دعاية. كولمان اهو، بس انا بصراحه مش عارف اوصل له، الكيو كبير جدا مش عارف هتصور معاه ولا لا. Hello guys, I meet my friend here, Mr. Sander. My friend, my brother, Caleb. We will go to take photo with Mr. Ronnie Coleman, the legend. Please subscribe to his channel. Thank you, bro. We're here at Dubai Muscle Show.
يا جماعه الايفنت حلو جدا. بس طبعا اي بطل عالم هنا موجود بيعرض الماركات بتاعته وبتقدر تدخل تصور معاه. بس روني كولمان بس معرفش ليه يعني ايه السبب عاملين ان انت لازم تشتري برودكت من الماركات دي عشان تتصور معاه. بصراحه كانت حركه بايخه وفي ناس واقفه كتير جدا. ولو حد اشترى برودكت بعد كده بيدخله قدام الناس وفي الاخر خالص قالوا للناس ان انت لو مش مشتري برودكت مش هتدخل اصلا. انا اكتشفت كمان ان في ناس ممكن تيجي تتمرن. يعني انت لو هم عاملين جدول للتمرين ممكن تيجي تتمرن في كلاسز بتبدا في زومبا في يوجا في فيتنس. زي ما انتم شايفين في كلاس لسه بادئ دلوقتي يا جماعه. في تشالنج هنا هيبدا ان انت تفضل متعلق. وفي ريكورد الجينيس هنا معرفش ده حقيقي ولا لا بصراحه لشركه مصر كور. وطبعا لو كسبت بيكتبوا اسمك هنا. شركه مصر كور تقريبا هي اللي مسيطره على الايفنت هنا. هي اللي بتدي اكتر هدايا وكمان يعني بصراحة بيعملوا ايفنتات كتير. بص هنا عاملين ايفنت تاني ديد ليفت. هنا بتعمل جوين الديد ليفت تقريبا اكتر برضو عدد بتجيبه بتاخد عليه سبلمنت. هنا العروض اللي عاملينها برضو شركة مصر كور ان هما تقدر تشتري اي براند اي سبلمنت بتاخد واحد هدية. بتصور ستوري على الانستغرام دلوقتي يا جماعه. بص يا جماعه عاملين هنا بان كيك برضو فري دي من بروتين. خلينا نجرب. أنا تقريبا خلصت كده الايفنت. تقريبا شفت كل حاجة واكلت اكل كتير وجربت كل البروتين اللي موجود هنا. فخلاص يلا بينا بقى. انا لسه مخلص دلوقتي الايفنت ولسه طالع يا جماعه. بجد انا انبسطت النهارده. الايفنت كان حلو جدا. بالنسبه للناس اللي مهتمه بلعبه كمال الاجسام لازم تحضر الايفنت ده. لو انت جاي في دبي حاول تظبطها شهر ديسمبر. اولا الجو حلو وتاني حاجه تقدر تحضر ايفنت زي ده. في ابطال عالم بيبقوا موجودين في دعايه البروتينات في جيفت. وكمان سعر التيكت كان 50 درهم لو حجزته قبل كده. سعر التيكت بيبقى ارخص كتير. وكمان لو اشتريته انت اونلاين يبقى سعر التيكت ارخص. بس انا اشتريته من فيرجن ميجا ستور برضو بتقدر تروح تدفع كاش. فلو حابب تيجي الايفنت احجز بدري خد التيكت اونلاين هتلاقي سعرها حلو جدا. بلس كمان الايفنت حلو لو انت مهتم باللعبه. ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي في فيديو جديد. وما تنسوش طبعا لايك وسبسكرايب للقناه. وسلام.